أروح معاكم لموضوع تاني، وهو أسبوع الحسم للقطبين في دوري أبطال إفريقيا، خصوصا إن إحنا خلاص في الجزء الأخير واللحظات الأخيرة من مرحلة المجموعات. النهاردة النادي الأهلي هيلعب خارج ملعبه مباراة مصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع فريق سان داونز. المباراة هتكون الساعة 3 العصر في سان داونز، المباراة دي في الجولة الرابعة. وبعد كده يوم الجمعة 17 مارس هيلعب النادي الأهلي مباراة تانية خارج ملعبه مع فريق القطن الكاميروني، وفي نفس اليوم هيلعب الزمالك مع شباب بلوزداد برضو في الجزائر في مباراة لا تقل أهمية أبدا عن مباراة اليوم ما بين النادي الأهلي وسان داونز. اتكلم معاكم على تفاصيل المباراة تكون عاملة ازاي. مباراة النادي الأهلي النهاردة هنقول ليه مباراة هي عبارة عن الخروج من عنق الزجاجة، حرفيا بمعنى الكلمة الخروج من عنق الزجاجة لموسم النادي الأهلي، واللي هيتبني عليها توابع كتير جدا بتخص بعض اللعيبة أو الجهاز الفني أو فريق بشكل عام. أولا، النادي الأهلي هو الفريق الأقرب للفوز ببطولة الدوري الموسم الحالي بالورقة والقلم، كل العوامل بتقول كده، في وجود برضو منافسة قوية ما بين بيراميدز وفيوتشر أصحاب المراكز التاني والتالت، ده بنفس الرصيد. لكن وجود أفضلية نسبية للنادي الأهلي في فارق النقاط برضو اللي بعيد من الطبيعي، اللي بيدي الأهلي فرصة أكتر في الفوز بالدوري. نادي الزمالك أكيد باسمه وبتاريخه وبجمهوره حظوظه موجودة على فكرة، ان هو يرجع، العودة لدائرة المنافسة على بطولة الدوري موجودة. الامر ده حصل الموسم اللي فات واللي قبله لو تفتكروا معايا، بس مش كل مرة بتسلم الجرة. ممكن تحصل، بس برضو خلينا منطقيين، وارد لو اللعيبة ما تنزلتش عن الفوز ابدا في المباريات القادمة، ولو النادي الاهلي ساعد نادي الزمالك ان يكون في اخفاق بعض المباريات، ساعتها هقول ممكن نادي الزمالك يلحق نفسه، وبرضه مفيش شيء ابدا مؤكد. لكن لو رحنا لبطوله دوري ابطال افريقيا فيما يخص النادي الاهلي طبعا، هتلاقي الامور مش على ما يرام. النادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، قبله سان داونز في المركز زي ما حضراتكم عارفين برصيد 7 نقاط، في المقدمة بيجي قبلهم الهلال السوداني مفاجأة البطولة برصيد 9 نقاط. طيب بالورقة والقلم الحدوتة دي بتقول ايه؟ حظوظ التلات فرق في التأهل علشان نعرف احنا عاوزين ايه من مباراة النهاردة امام سان داونز. ابدأ معاكم بالهلال، عنده زي ما قلنا 9 نقط، متبقي ليه ماتشين، واحد مع سان داونز الماتش اللي جاي في السودان، وبعد كده مع النادي الاهلي في القاهرة. طب لو كسب سان داونز في ام درمان هيرفع رصيده للنقطة ل12، ويبقى تأهل رسميا للدور ربع النهائي كأول المجموعة. بقت مباراته امام النادي الاهلي في القاهرة هي تحصيل حاصل. طب لو تعادل مع سان داونز هيبقى الراجل معاه 10 نقط، وهيتبقى مباراته مع النادي الاهلي متوقفه على نتيجه الاهلي مع سان داونز. نروح للفريق الثاني في الترتيب، سان داونز عنده 7 نقط، متبقي ليه 3 ماتشات، اولها مباراه النهارده مع النادي الاهلي، وبعد كده الهلال في ام درمان، وبعد كده القطن في جنوب افريقيا. هنفترض انه هيكسب القطن، هيرفع رصيده للنقطة ال10، يعني هو بعملية حسابات النقاط عايز ماتشين الأهلي والهلال نقطة واحدة فقط عشان يحسم تأهله للدور التاني برصيد 11 نقطة. طيب نروح بقى للنادي الأهلي، وضع النادي الأهلي ايه عشان يخرج من الحدوتة والمأزق ده؟ للأسف النادي الأهلي هرجع وأقول هو اللي دخل نفسه في حسابات النقطة دي من البداية خالص. الأهلي لو كسب النهاردة أقدر أقول لك عن ثقة هيكون طرف في المباراة النهائية، لأنه معدن لاعبي النادي الأهلي في المواقف اللي زي دي
رغم ان المباراه فين؟ في سان داونز. بس المعدن والرجوله بتكون حاضره. جيل من الاجيال المهمه والقويه للنادي الاهلي، وده بيفرق معاهم وفي تاريخهم في اسمائهم اللي بتتسطر من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. الاهلي لو كسب النهارده هيبقى 7 نقاط. عنده ماتش مع القطن يوم الجمعه، من المفترض انه يكسب بناء على دوافع كتير. هيبقى وقتها 10 نقط، وهيكون متبقي ليه مباراه وحيده امام الهلال في القاهره. لو تعادل بس هيتاهل ب 11 نقطه للدور ربع النهائي. طب السيناريو التاني بيقول ايه؟ السيناريو التاني هو تعادل النادي الاهلي النهارده مع سان داونز، هيرفع رصيده للنقطه الخمسه، ودي هتكون نتيجه ايجابيه جدا لانه النادي الاهلي لازم يكسب القطن ويوصل للنقطه الثامنه، وبعد كده يكسب الهلال ويوصل للنقطه ال 11 ويتاهل بشكل رسمي بدون اي انتظار لاي نتائج تانية. طيب ده السيناريو الاول والسيناريو الثاني، والاثنين في صالح النادي الاهلي. بالنسبه للسيناريو الثالث الصعب جدا اللي وارد اللي لازم نكون حاطينه في الاعتبار، لكن ما اتمناش ان هو يحصل، هو خساره النادي الاهلي امام سان داونز النهارده. وقتها ايه اللي يحصل؟ وقتها هيكون تاهله مشروط بامور كتير، اولها ان يكون معتمد على نتائج غيري، انه يكسب القطن ويبقى 7 نقاط، ويكسب الهلال في المباراه الاخيره ويبقى 10 نقاط، لكن في حاله ان الهلال يكسب سان داونز في الجوله الخامسه هيبقى 12 نقطه، وفي حاله ان سان داونز يكسب القطن في الجوله الاخيره هيبقى 13 نقطه، يعني فوز الاهلي على الهلال والقطن مش هيكون ليه قيمه وقتها. الا في حاله واحده، هي ان سان داونز يكسب الهلال او يتعادل معاه في ام درمان عشان يتساوى الهلال والاهلي في اخر جوله ب 10 نقاط، ونبدا نشوف بقى فارق المواجهات عامل ازاي، المواجهات المباشره ما بينهم او فارق الاهداف عامل ازاي. علشان كده بقول انه الحسبه دي صعبه، صعبه جدا جدا، ملهاش لازمه، احنا في غنى عنها، لان ساعتها مش هيكون ليها حل غير ان الاهلي يساعد نفسه بنفسه. امتى؟ النهارده. اخرج بنتيجه ايجابيه بقدر الامكان، اخرج بنتيجه ايجابيه من ملعب بريتوريا علشان ما يبقاش النادي الاهلي محتاج لاي مساعدات من الغير. بلاش مساعدات خارجيه من اي فرق تانيه، موت نفسك، العب برجوله، ما تحطش مصيرك في ايد الغير. مستر كولر واضح ان هو فرض حاله من السريه التامه على الفريق، واضح ان المباراه او المباراه المقاولون العرب الاخيره والفوز اللي حققه النادي الاهلي جه في وقته، طبعا مع تالق طبعا لاكثر من لاعب زي محمد هاني ومروان عطيه وطاهر محمد. طاهر عمل اسيست الهدف، وكمان مباراه القطن شهد التالق كبير جدا لطاهر وكمان معالي معلول في صناعه الاهداف الثلاثه. تشكيل النادي الاهلي المتوقع النهارده هيكون كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وقدامهم وارد جدا ان هو يبدأ بثلاث لعيبة: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد القندوسي. الفترة الأخيرة ما كانش بيبدأ بأليو ديانج زي ما حضراتكم عارفين. طيب قدامه ما يكون مين؟ طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وراس حربة، وحيد هو محمد شريف. وارد نشوف على فكرة دور لحسين الشحات النهاردة، واللي شارك برضه في مران الفريق امبارح. الحقيقه انه الحاله الاحتفال اللي بداها فريق سان داونز واداره النادي، وانهم يعملوا حفله وستيج قبل الماتش في الاستاد، برضه حدوته غريبه. حدوته غريبه ممكن يندموا عليها على فكره، ندم كبير قوي، كانهم وصلوا للنهائي خلاص. لا لا، الفرق الكبيره ما بتعملش كده، انت لسه ما وصلتش للنهائي. هو انت وصلت للنهائي مثلا؟ المشهد اللي انا شايفاه كده قدامي ده، دي صور التجهيزات، تجهيزات ليه؟ انت وصلت للنهائي وبتحتفل؟ امر غريب جدا برضه، كانهم اتاهلوا لمونديال العالم للانديه. بس كل ده نوع من انواع الضغط النفسي على فكره، ممكن يتقلب الضد عليه، ولكن النادي الاهلي لازم يستغل ده.
لعيبته لازم يكونوا عارفين ان ده نوع من انواع الضغط النفسي عليهم قبل المباراه، ومحاوله منهم لحضور اكبر عدد من الجماهير للمباراه كنوع من انواع الاحتفاليه. ولكن بقول هو نوع من انواع الاختبارات، اختبار بكل المعاني، اختبار صعب جدا وفي توقيت اصعب، ولازم لعيبه ورجاله النادي الاهلي يكونوا على الموعد ويكونوا عارفين كل السيناريوهات ومحضرين لها. كل التوفيق للنادي الاهلي يرجع باذن الله بنتيجه ايجابيه من بريتوريا، يكمل مشواره في البطوله بشكل جيد ويليق باسم النادي الاهلي.